السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أحبتي الطلبة، طلبة الثانوية العامة في فلسطين، والذين سيتقدمون للمنهاج الفلسطيني في شتى بقاع الأرض. حياكم الله في هذا الفيديو القصير الذي أقول فيه عن الأسئلة التي طرحتموها في قناتي على يوتيوب. هنا الكثير وعشرات الأسئلة حقيقة لا نستطيع أن نقوم بالرد عليها كتابة لكل طالب، لكل مستفسر عن استفساره بشكل خاص. أنا سأقوم بتجميع هذه الأسئلة، أسئلة عمرها تقريبا شهر أو شهرين، مش أبعد من هيك، فاحتمال يكون سؤالك موجود وأنت تنتظر الإجابة. الإجابة مش راح تكون إجابة مكتوبة، الإجابة راح تكون إجابة مصورة حتى يستفيد منها الجميع. فإذا أنت تركت بشكل شخصي، يعني تركت سؤال حول أي درس أو حول المنهاج بشكل عام أو حول النظام بشكل عام، نعم سؤالك موجود ونحتفظ بحق الرد من خلال فيديو قصير سأقوم بالرد على كل الأسئلة إن شاء الله في الفيديو القريب القادم. وبالتالي هذه أيضا فرصة للي عنده كمان أي استفسار، أي سؤال بحب يطرحه، يوضعه في التعليقات تحت أي فيديو هو بيشوفه، وأنا سأقوم بكتابة هذه الأسئلة والإجابة عليها مباشرة. اللي كمان ما طرح أي سؤال بإمكانه أنه يستفيد من أسئلة زملائه ومن أسئلة الطلبة الثانيين حول مادة اللغة العربية وحول نظام التوجيهي بشكل عام، لأنه هاي الأسئلة بتشكل بمجملها معلومات قيمة ومهمة يحتاج إلها كل طالب. شروحاتنا سأقوم بإعادة بعض الدروس، مش كلها، يعني أنا أنصحكم بمشاهدة كل الدروس القديمة اللي عمرها سنة وسنتين وثلاث، لأنه ما في شيء تغير ولا يوجد عندي إضافات جديدة تثري الفيديوهات السابقة والدروس السابقة، على أنني سأعيد كما قمت بإعادة درس الممنوع من الصرف في درس طويل جدا بدل من الأجزاء المتقطعة، قمت بشرحه لمدة ساعة تقريبا كاملة. سأقوم بشرح أيضا أهم الدروس أو بعض الدروس سأعيد شرحها، وأيضا سأقوم بتسجيل بعض النصائح المهمة لمادة اللغة العربية في الكتابين، الكتاب الأول والكتاب الثاني، على أنني أقوم بالاستعانة وبالشرح من أضواء البروفيسور، هذا المساعد أو الملزمة كما تسمونها، لأنني مشارك في وضعه وأفتخر مع كوكبة من الزملاء من الضفة ومن غزة الحبيبة على حد سواء اجتمعنا. وهذا الكتاب موثق وعليه خاتم وزارة التربية والتعليم، وهذا المساعد مدرج في المكتبة الوطنية برقم وطني، يعني معترف به بشكل رسمي. وأيضا كتاب الأدب والبلاغة أقوم بالاستعانة بهذا الكتاب الصغير، وهو أضواء البروفيسور للأدب والبلاغة، واللي بيحكي لكم إنه الأدب والبلاغة ما بدوش مساعد بيكون غلطان، لأنه بده شرح للقصائد، شرح القصائد موجود هون، بالإضافة إنه في هناك أسئلة بين الأسطر، يعني أنت لو تفتح كتاب الأدب والبلاغة تجد إنه الأسئلة في نهاية كل درس قليلة لا تغطي الدرس اللي أصلا عدد صفحاته كثيرة ومليان معلومات، وبالتالي إذا هناك أسئلة بين الأسطر، سهم من هون أعلل، سهم من هون أوضح، سهم من هون بعرفش إيش، هاي الأسئلة كلها موضوعة في كتاب أضواء البروفيسور للأدب والبلاغة، والذي أقوم بالاستعانة أيضا بشرح هذا الكتاب، وأيضا كتاب أضواء البروفيسور المشترك للكتاب الأول. للأسف أيضا قمت بإنهاء كافة أو الكتب كافة الموجودة بحوزتي، على أنني سأقوم بتزويدكم بها وتحديدا في محافظة قلقيلية القريبين مني خلال الأسبوع القادم. لا تنسوا اتركوا أسئلتكم في قناتي تحت أي فيديو أنتم بتشوفوه وأينما تشاءون، ولكن على قناة يوتيوب حتى يعني أستطيع أن أشاهد الأسئلة في مكان واحد فقط، مش أكثر من مكان متشعب. هذه الملازم يوجد بها أسئلة إثرائية وأسئلة بإمكانك أنك تخبر نفسك فيها، والأسئلة أيضا مجابة، يعني بإمكانك أنك
تشوف أسئلة مجابة وأسئلة كمان مش مجابة حسب نوع الدروس وحسب نوع الأسئلة. أتأمل منكم نهاية الاشتراك في قناتي أو تأكيد اشتراككم ودعوة أصدقائكم من كل مكان للاستفادة والإفادة. وفقكم الله وإلى اللقاء.